يا إلهي ما أروعك. عزيزة البقرة، هذا مطعمنا لليوم، فخلونا نروح نجربه ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين المحل تصميمه بسيط، واذا دخلت جوه تكتشف انه صغير وملموم، في فتحة بسيطة للمطبخ وفي قسم طلب وقسم استلام. هذا الوقت حطونا الجهاز الصغير هذا اللطيف لين خلص الطلب واخذ طلبي، فخلونا ناكل ونقول بسم الله. البرجرات من عزيزة البقرة، فخلونا نحط طاولتنا الذهبية. يا ساتر، انا اوقف مكان كله قاعدين يبنون، فتأملوا اصوات الحريك عجلة التنمية. بسم الله. اول شيء بطاطس بريسكت. شايفين اول شيء نشوفه قدامنا عزيزة البقرة، وهنا الفرايز بالبارميزان. يا سلام سلم. خلونا ندوق اول شيء واللي هو الفرايز، نقول بسم الله. يا اقوى فرايز ذقتها من فترة، وما ادري هو مع ترافل بعد ولا وش معه، بس الاكيد ان النكهات اللي فيه مرة مميزة وحلوة. حركة عجلة التنمية، انا وش قاردني واقف هنا. ولا 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 ريحتها الحلا حكاية. يا ويلي يا ويلي، عدى مرش هامل يا جماعة. هذا شيء قوي. غطسة دير كاو صوص، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قولي تجرب الكرات البسكت محشية قرمشة، واللحمة الذايبة جواها مغمسة وضايعة جوا الجبنة الحلوة المايعة. خلونا نشوف الدبل تشيز برجر حقهم. يا ويلي يا إلهي ما أروعك. اللحمة والجبنة والبيكن تعتى الصدر كلها موجودة جوا هالشيء، والخبز الطرية طبعا. ما أدري وش أقول، ما أقدر أقول إلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة من أروع الأشياء اللي ممكن تاكلها. برجر ملغوص دبل بيكن، وجبنتهم رهيبة، كله على بعضه يروح. من الأشياء ضروري اللي تجربها، لا من خبز لا من لحم لا من جبن لا من بيكن ولا من صوصات. واحدة من البرجرات الرهيبة صراحة، حفتني. والبرجر الثاني اللي هو المشروب، بسم الله، مبدئيا شكله ما هو مغري مثل اختها، يعني البرجر الثاني كان شكله مشهي اكثر. لأن تقدر تشوف هنا هذا الخضروات مع الصوصات مع المشروب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة، ولكن بالنسبة لي ولا 1% مقارنة بالتشيز برجر اللي أكلته الدبل قبل شوي. فدير كاو إذا رحت عندهم، بارميزان فرايز مدري وش البايتس مدري وش اسمها صراحة، قاتل البريسكت والدبل تشيز، بالنسبة لي ما أشوف يعني لو بجيهم مرة ثانية ما راح يكون المشروم من خياراتي، بيكون دبل بس دائما وأبدا. تجربة رهيبة، مطعم رهيب. والأخير خلونا نشرب مويتنا. لا تنسون عادتنا الصحية، رابط القارورة تحت. كان معكم نايف، شوفكم فيديو ثاني إن شاء الله في مالله.